بسم الله الرحمن الرحيم. ريموت مانج مانجمنت، ازاي ان انا اقدر ان انا اعمل ريموت مانجمنت للسيرفر بتاعي؟ بمعنى ده ايه؟ بمعنى ايه؟ دلوقتي السيرفر بتاعي مثلا المفروض ان هو بيبقى موجود في اوضه سيرفرات وشغال في النهار. اوضه السيرفرات دي لو دخلتها بتبقى تلج، لان الاجهزه دي على طول باستمرار بتولد حراره، فلازم تكون الانفايرمنت اللي حواليها تساعدني ان الاجهزه دي تفضل شغاله باستمرار. يعني مثلا مكان في اوضه السيرفرات يبقى مثلا صغير كده، ده لو شركه عاديه يعني، تمام، ويكون فيها تكييفين ثلاثه وكلهم شغالين على درجه 16، شغالين مع بعض يدوني في الاخر مثلا درجه حراره 3 4. كل ما احتاج ان انا امانج اي سيرفر او اي سويتش او اي راوتر هدخله بنفسي؟ لا. فعلشان كده بنفتح بعض السيرفيسز على بعض الديفايسز دي علشان اقدر ان انا اكونفيجرها او اكمل عليها شغلي من بعيد. على سبيل المثال لو انا حبيت دلوقتي ان انا امانج السيرفر ده، في عندي كذا طريقه. الطريقه الاولانيه طريقه يعني طريقه كده بسيطه اسمها وين ار ام، تمام؟ دي طريقه مانجمنت هنشوفها دلوقتي على السريع بس ما بنستخدمهاش، طريقه كده يعني بنظام اوامر دوس من الاخر. الطريقه الثانيه اللي هي ريموت ديسك توب. الطريقه الثالثه في عندي طريقه اسمها MMC، ممكن امانج بيها اساسا الديفايس بتاعتي من بعيد. الطريقه اللي انا عن نفسي بقى اساسا بفضلها جدا السيرفر مانجر، اللي هو السيرفر مانجر اللي انتوا عارفينه بتاع الويندوز سيرفر ده، بقى اقدر ان انا اسطبه على مكنه كلاينت. هقدر اسطبه على ايه؟ مكنه كلاينت، تمام. نمسك دلوقتي مثلا الوين ار ام والريموت ديسك توب، نخلصهم دلوقتي. خلينا الاول في الوين ار ام. لو انا جيت دلوقتي هنا على البرايمري على الدومين كنترولر بتاعي ودخلت تحت لوكال سيرفرز، تمام، ودخلت هنا على ريموت مانجمنت، هلاقيه اصلا انيبلد باي ديفولت. يعني معنى كده ان انا اقدر ان انا امانج السيرفر ده بالتول اللي اسمها وين ار ام، وده الديفولت. لو انا شلت علامه الصح دي مش هقدر ان انا امانجه، تمام. طيب بعد كده مطلوب مني ان انا ادخل على قائمه ران في السي ام دي واقول وين ار ام مسافه ماينس كويك كونفيج. هقول له ايه؟ ماينس كويك كونفيج، او بدل ما اكتبها كامله ممكن اقول له كويك كونفيج على طول، كويك كونفيج سوري، تمام، من غير ماينس ناس، كويك كونفيج على بعضيها او كيو سي على بعضيها، تمام. قال لي انت مش محتاجه ان انت تعملي الكلام ده لان السيرفيس اوريدي رانينج. بس في حاجه، لو انا دلوقتي احتجت ان انا اشغل التول دي يعني من السيرفر امانج مكنه التيل، هحتاج ساعتها ان انا اشغل الايه؟ الامر ده على مكنه التيل، لان الامر ده انيبلد والسيرفيس رانينج اوريدي على مين؟ على الويندوز سيرفر. لكن لو احتجت تاني ان انا مانج مكنه كلاينت تيل، لا انا اللي بايدي لازم اكتب وين ار ام، تمام. ده كده انا خلصت شغلي هنا على السيرفر. جاست بقى ان انا هاجي هنا على كلاينت، هفتح قائمة ران سي ام دي واقول له وين ار اس، وين ار ام ده على السيرفر، وين ار اس على الكلاينت، ماينس ار الفولي كواليفايد دومين نيم بتاع السيرفر. بالمناسبة لو مش عايزين تحفظوا على علامة استفهام بيديني هنا شوية اوبشنز محترمة. على سبيل المثال قال لي ايه؟ وين ار اس مسافة ماينس ار الفولي كواليفايد دومين نيم بتاع السيرفر. يبقى اقول له هنا وين ار اس ماينس ار، اسمه هناك ايه؟ اعتقد ماستر، صح؟ ماستر دوت تي شوت. ماستر دوت تي شوت دوت كوم. مسافة اكتب لي بقى الامر اللي انت عايزه. على سبيل المثال عايزه اكتب امر اي دي كونفيج، بس انا مش عايزه انفذه عندي، انا عايزه انفذه على السيرفر، تمام؟ اكسس دينويد. حاضر، هفتح بس الوين ار ام دلوقتي بايه؟ بران اس ادمنستريتور عشان بس حته الاكسس دينويد دي. تاني وين ار اس مسافه ماينس ار اسم الجهاز اللي هناك ماستر دوت تي شوت دوت كوم. عايزه اكتب هناك امر، مش فعلا السيرفر اللي هناك الاي بي بتاعه دوت 100؟
أأكد لكم أكتر. أي أمر تاني على سبيل المثال، هوست نيم اسم الجهاز فعلا اللي هناك ماستر، لكن لو قلت له هوست نيم هنا اسمي أنا كلاينت. دي تول كده تعتبر حاجة سيمبل جدا، لأن كبير فيها بكتب أوامر إيه؟ أوامر دوسر. وبالمناسبة تاني لو أنا عايزة أمانج الكلاينت هنا لازم أقول له وين أر إم مسافة كويك كونفيج، أر يو شور؟ يس إنتر. تمام، بيقول لي طب انا دلوقتي هعمل لك بقى انيبل للسيرفيس دي ثرو الفاير وول، هفتح لك البورتس بتاعها ثرو الفاير وول. يس كده انيبل، اقدر بقى ساعتها من السيرفر امانج الكلاينت. تمام، دي التول اللي قلنا عليها ايه، حاجه كده سيمبل، مش هي دي عاده اللي بنستخدمها. امال بنستخدم مين بقى؟ الريموت ديسكتوب. الريموت ديسكتوب رغم ان انا على ويندوز 10 لكن هقدر ادخل على الايه الديسكتوب بتاع الجهاز اللي هناك السيرفر اللي هناك. ازاي؟ هفتح الاول طبعا لازم اعمل انيبل على السيرفر ذات نفسه. اعمل انيبل على السيرفر ذات نفسه ازاي؟ لو بصيتوا هنا كده بيقول لي ريموت ديسكتوب، حالته دلوقتي ديسيبل. لو انا ضغطت هنا هلاقي هنا بيقول لي دونت الاو ريموت كونكشن تو ذيس كمبيوتر، لا انا هقول له الاو ابلوي. تمام، نقرا بقى الاوبشن ده كده مع بعض. الاو كونكشن اونلي فروم كمبيوتر رانينج ريموت ديسكتوب وذ نتورك ليفل اوثنتيكيشن. النتورك ليفل اوثنتيكيشن ده ايام الاكس بي الريموت ديسكتوب كان الترافيك بيمشي نوت سكيور، يعني اي مان ان ذا ميدل يكابتشر الداتا ويشوف كل حاجه. تمام، لكن ابتداء من الويندوز الفيستا خلوا الكلاينت بتاع الريموت ديسكتوب اساسا بيسبورت نوع من انواع الاوثنتيكيشن اسمه نتورك ليفل اوثنتيكيشن. عشان ااكد لكم، لو جيت على التين هنا كده عايزه امانج السيرفر اعمل ايه؟ هفتح قائمه ران واكتب له هنا ريموت، في عندي تول اسمها ريموت ديسكتوب كونكشن، هكتب هنا الاي بي بتاع السيرفر كده انا هدخل على الديسكتوب بتاعه. تمام، لو ضغطت هنا على الايكون دي وقلت له اباوت لقيته هنا بيقول لي ايه نتورك ليفل اوثنتيكيشن سبورت، يبقى معنى كده ان الكلاينت ده هيسمح لي ان انا ادخل على السيرفر. طب لو انا شلت علامه الصح دي، علامه الصح دي لو انا شلتها ده معناه ان اي كلاينت ابتداء من اكس بي واللي قبليه كمان ينفع ان هو يدخل على السيرفر، لكن لو انا حطيتها ده معناه ان مفيش اي حد يعرف يدخل على السيرفر ده الا الويندوزات اللي هي عليها ابتداء من البيستا اللي هي بتسبورت النتورك ليفل اوثنتيكيشن، وده طبعا المور سكيور، ده الافضل، ده ريكومند. تاني لو انا شلت علامه الصح دي يبقى اي كلاينت سواء بيسبورت نتورك ليفل اوثنتيكيشن او لا بما فيه اكس بي بقى والويندوزات الادم ويندوز سيرفر 2003 والكلام ده يعرف يعمل ريموت ديسكتوب على ايه؟ على السيرفر بتاعي. لكن لو انا حطيت علامه الصح مفيش حد هيعرف يعمل ريموت ديسكتوب على السيرفر ده الا ابتداء من ويندوز فيستا. ليه؟ لان الكلاينتس اللي عليها هي اللي بتسبورت نتورك ليفل اوثنتيكيشن. طبعا انا دلوقتي في بيئه اساسا كل الاجهزه اللي حواليا دلوقتي جديده، فاريكومند ان احنا نحط هنا علامه الصح. تمام، طب مين اللي من حقه ان هو يسلكت اصلا، او من حق مين اللي من حقه يدخل على الريموت ديسكتوب؟ لازم انا احدد ناس معينه تدخل بالريموت ديسكتوب. لو قلت له هنا سلكت يوزرز لقيته هنا بيقول لي ان الادمنستريتور اوريدي هاز اكسس، هو انا دلوقتي سمحت لحد يدخل كده الادمنستريتور من حقه يدخل. طب سي دلوقتي ان انا حبيت ان انا اسمح لحد تاني يدخل، هقول له اد واكتب له اسم اليوزر اللي موجود عندي في الاكتف دايركتوري. تمام، تشيك جاب لي اهو فعلا ان انا عندي يوزر واوكي عبير اوكي، يبقى كده من حقي ايه تاني سلكت يوزر بقى من حقي الادمنستريتور وعبير يدخلوا بالريموت ديسكتوب. بس فيها انت بقى بسيطه، ده اكتف دايركتوري ده مش سيرفر عادي، لو انا كنت عملت الكلام ده على سيرفر عادي اليوزر هيعرف يلوجن عليه، لكن باي ديفولت اليوزر العادي ما يعرفش يلوجن على الاكتف دايركتوري باي ديفولت. انا اللي عدل ده دلوقتي ان شاء الله اديله بقى نعمل له هنشوفها ما تقلقش. تمام، انما الادمنستريتور انما الادمنستريتور كده باي ديفولت هو كده ايه من غير حتى ما نضيفه وكده هنجرب ده. تمام، فانا هسيب عبير برضو دلوقتي على اساس ان كمان شويه هسمح لها بريموت لوجن من بعيد، لكن دلوقتي لو حاولت ادخل بيها تمام اوكي. دي طريقه ان انا اضيف بيها عبير للريموت ديسكتوب. في طريقه تانية، لو جيت انا هنا تحت تولز وفتحت اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز ودخلت هنا تحت يوزرز هلاقي في هنا اساسا مجموعه من الجروبس، الراس الواحده دي ده يوزر والراسين دول ايه جروبس.
هلاقي في هنا مجموعه اساسا من الجروبس موجوده اصلا باي ديفولت، وفي هنا برضو تحت بيلت ان مجموعه من ايه الجروبس اصلا موجوده باي ديفولت. لو جيت ادبل كليك على اي جروب من دول هلاقي ان اغلب الجروبس دول اصلا الممبرز اللي فيهم مفيش، دول جروبس فاضيه ما فيهمش اي حاجه. امال وظيفتهم ايه؟ على سبيل المثال نمسك مثلا اكونت اوبريتور، اوكي اي حاجه انتم مش عارفين دي بتاعت ايه اقرا الديسكريبشن بتاعها تمام. اي حد هضيفه جوه الاكونت اوبريتور هيقدر ان هو يضيف يوزرز على الدومين كنترولر، يدلت يوزرز على الدومين كنترولر، يعني بديله ديليجيشن من الاخر تمام. طيب مثلا ادمنستريتور، الادمنستريتور ده يعمل كل حاجه. طيب باك اب اوبريتور، لو انا حطيت يوزرز هنا يقدر ساعتها اليوزر ده يعمل باك اب للسيستم تمام. نشوف مثلا حاجه نقدر نستوعبها هنا، هايبر في ده يقدر ساعتها يكريت مكان هايبر في تمام. نتورك كونفيجريشن اوبريتور، اليوزر العادي ما بيقدرش يغير اي بي هات، لو انا حاطته هنا يقدر يمانج كمان الاي بي هات. طيب تعالوا نشوف الحاجه اللي انا انترستد فيها دلوقتي، ريموت ديسكتوب يوزر. في جروب اصلا فاضي باي ديفولت اسمه ايه؟ ريموت ديسكتوب يوزر. لو انا حطيت هنا اي يوزر تحت ممبر دبل كليك عليه او كليك يمين عليه بروبرتيز وقلت له ممبرز، عبير دي ظهرت ليه؟ لان انا ضفتها من هناك بالظبط، انما باي ديفولت هلاقي ده فاضي. فكان ممكن ان انا اجي هنا واقول له اد سي مثلا، اعتقد في عندي يوزر اسمه عاطف تشيك، لا ادفانسد فايند ناو في يوزر اهو اسمه صلاح اوكي تمام ادفانسد فايند ناو بيجيب لي ايه كل اليوزر اللي عندي. وبالمناسبه لو انا شلت صلاح كده ادفانسد فايند ناو بيجيب لي اليوزرز وبيجيب لي الجروبس صح، لكن انا كان ممكن اقول له الاوبجكت تايب ما تدورش في كل انواع الاوبجكتس، دور لي بس فين في اليوزرز بس اوكي. فايند ناو كده هيجيب لي لسته باليوزرز بس، سلكت على اليوزر اللي انت عايزه اوكي. يبقى كده عبير وصلاح بس هما اللي من حقهم ان هما يلوجنوا بالريموت ديسكتوب، بس مش باي ديفولت، انا اللي لازم اعدل حاجه طالما ده يوزر عادي تمام اوكي. او كان ممكن اجي على اليوزر ذات نفسه كليك يمين عليه واقول له اد تو جروب واضيف له هنا الجروب اللي اسمه ريموت تشيك ريموت ديسكتوب يوزر تمام. او كليك يمين بروبرتيز، لو جيت على التابه بتاعت ممبر اوف هو اصلا اضاف لان انا حطيته ايه من الشاشه بتاعت البيلت ان جروب. فعندكم كذا طريقه اعمل الطريقه اللي انت عايزها، المهم ان انا ضفت دلوقتي اتنين يوزرز فعلا من حقهم ان هم يلوجنوا عن طريق الريموت ديسكتوب. هنتست دلوقتي بالادمنستريتور. لو جيت دلوقتي على مكنه الكلاينت، احنا قلنا تاني هفتح التول دي ازاي، باجي هنا على قائمه ستارت اضغط عليها واقول له ريموت، او ممكن ان انا افتح قائمه ران واقول له ام اس تي اس سي مايكروسوفت تيرمينال مايكروسوفت تيرمينال سيرفيس كونكشن سيرفيس كونسول تمام اوكي. فتحت نفس التول اهو واكتب لي هنا الاي بي او الاس، مش في دي ان اس بقى يا اما الاي بي يا اما ايه الدي ان اس بتاع الاكتيف دير المكنه اللي انا عايزه لوجن عليها اللي هي مثلا اوكي كونكت. قال لي طب انت عايزه دلوقتي تلوجني باليوزر اللي اسمه عبير على اساس ان انا اوريدي لوجد ان على المشين دلوقتي بمين؟ بعبير. طب لو حاولت ادخل بعبير مش هيقدر اوكي. بص قال لي ايه؟ To sign in remotely you need the right to sign in through remote desktop service. By default members of the administrator group have this right. الادمن بس هو اللي من حقه ان هو يلوجن عليه. If the group you are in doesn't have the right or if the right has been removed from the administrator group you need to grant this right manually. يبقى فعلا اليوزر العادي مش من حقه ان هو يلوجن، فاوكي يا عم حاضر. تمام؟ فبلاش بقى ايه؟ بلاش عبير تي شوت على ادمنستريتور دخل فعلا ولا لا؟ بصوا الايكون اللي فوق البار الاصفر اللي فوق ده الازرق سوري، لو انا عملت له مينيمايز انا على مكنه مين؟ التاني تمام؟ لو كبرتها تاني لقيت نفسي لوجد ان على مين؟ على السيرفر.
ولو رحت على مكنه السيرفر ذات نفسها هلاقي نفسي تعمل لي لوج اوت، هلاقي نفسي تعمل لي ايه لوج اوت. ليه بقى؟ ايام ويندوز سيرفر 2003 كان بيسمح لي بثلاثه سيشن، منهم الراجل اللي قاعد على السيرفر ذات نفسه، يعني الراجل اللي قاعد على السيرفر واثنين يدخلوا على الديسك توب. تمام. الاكس بي والويندوزات بقى 7 ويندوز سيرفر 2008 و2012 النسخه اللي بعد ده كله النسخه دي كلها بيسمح لي باي ديفولت بسيشن واحده بس. طب ينفع ان انا ازودها؟ اه، بس لازم ساعتها اشتري لايسنس، وهوريكم ازاي تستطيعوا اللايسنس دلوقتي ان شاء الله. انما باي ديفولت بيسمح لي كام سيشن؟ واحده بس، هي واحده بس، سيشن واحده بس. تمام. طيب نرجع تاني كده، وبالمناسبه لو انا دخلت هنا هطلع من هنا، هي واحده بس. طب لو رحت تاني على ماكينه التن، انا خلصت شغل وعايزه اطلع، بلاش حد يضغط هنا على البار الازرق اللي فوق ده، امال نعمل ايه؟ تعالوا على قائمه ستارت نفسها، لو ضغطت على قائمه ستارت وشوت داون اور ساين اوت هلاقي في اوبشن جديد ظهر اللي هو ديسكونكت. ديسكونكت ده ما بيظهرش اصلا الا ثرو الريموت ديسك توب كونكشن. ديسكونكت معناه ايه؟ اقفلين السيشن اللي ما بيني وما بين ريموت ديسك توب. بلاش ساين اوت، ساين اوت يعني هيخلي الراجل اللي هناك كمان يساين اوت، وبالتالي لو في اي ابلكيشنز هو شغال عليها هتتقفل، ساين اوت بيقفل الابلكيشنز، انما ديسكونكت بيقفل السيشن بس. هتفرق في ايه؟ افرض دلوقتي ان انا كنت شاريه مثلا لايسنس مثلا، واللايسنس دي سامحه فيها بستة، تمام؟ وبعد كده اليوزر رقم 7 الادمن رقم 7 عمال يحاول يدخل مش عارف، لان انا سامحه بكام؟ بستة بس. لو دلوقتي يوزر من اليوزرز اللي داخلين او ادمن من الادمنز اللي داخلين دول لو قفلها من هنا، دي معناها مش بيقفل السيشن بالظبط. ساعات بيقفلها بالمناسبة، ساعات بيقفلها، بس في اغلب الاحيان ما بيقفلهاش. تمام. يجي بعد كده اليوزر اللي بعديه يحاول يدخل بالظبط، رغم ان هو اصلا طلع، بس السيرفر حاسس ان السيشن دي لسه متاخده لحد. فعشان كده الريكومند ده اقول له ايه؟ ديسكونكت. ديسكونكت هيرجعني على الويندوز العادي بتاعي الويندوز 10، ولو رحت على السيرفر دلوقتي وعملت لوجن عليه والابلكيشنز بتاعتي شغال عادي. تمام. طب نرجع تاني على ماكينه ال 10. تي شوت. تمام. طبعا لو قلت له كونكت ممكن احط هنا ايه كمان؟ اسيف الباسورد بتاعتي. تمام. اوعى حد يسيف الباسورد بتاعته اساسا اوبشنز، لو حبيت ان انا الوجن بيوزر تاني يعني. تمام. اوعى حد يسيف الباسورد بتاعته لو الماشين دي يعني شيرد ما بينه وما بين ناس ثانيه. تمام. لان معنى كده ان اي حد هيدخل هيلوجن على طول. طيب كنسل. لو جيت هنا بقى تحت مور اوبشنز نلعب بقى شويه في اللعب كله بتاع. اول حاجه عندي بيقول لي الكمبيوتر اللي انت عايزه تلوجني عليه يا الاي بي الاسم، تمام، تبع الدومين اللي اسمه كذا، اليوزر اللي هتدخلي بيه ادمنستريتور. تمام. الاو مي تو سيف كريدنشلز، يعني اسيف الكريدنشلز المقصود بيها اليوزر نيم والباسورد. ممكن اقول له سيف. تمام. سيف دي يعني ايه؟ يعني هيسيف لي الكونكشن ده اساسا في مكان. فين المكان ده؟ تحت دوكيمنت. تحت ايه؟ دوكيمنت. او ممكن لو انا عايزه اسيفه في مكان تاني اقول له سيف واكتب له ايه؟ سي مثلا مصر. ظهر ده ملف امتداده ار دي بي. لو ظهرت الامتداد دلوقتي كنسل كده. لو جيت اصر الامتداد هلاقي ملف امتداده ايه؟ ار دي بي. ولو جيت هنا بالمناسبه تحت دوكيمنت، ايه ده؟ مش احنا اتفقنا انه المفروض يصير هنا؟ لا انا عملت الاثنين، سيفته وسيفته على الديسك توب. هو بيظهر بس كملف سيستم. يعني لو جيت انا قلت له اوبشنز فيو هايد بروتكتد يس. ما انت لسه برضه على فكره مش ظاهره كده المخفي. رجع بس كده تاني. انا ما ظهرتش المخفي؟ لا. اه انا ظهرت السيستم بس. تمام. شو؟ اتاكد ان انا بس السيستم ريموت ديسكتوب دوت ار دي بي. تمام. طب لو حبيت ان انا افتحه بدل مصر الهيدر وده كله، اساسا ممكن افتح التول ذات نفسها مور اوبشن واقول له ايه؟ اوبن وادخل عليه. تمام. او مش انا مسيفاه على الديسكتوب دلوقتي؟ افرض دلوقتي ان انت بتحتاج ان انت تدخل على اكتر من سيرفر، سيفهم كلهم على الديسك توب، وممكن تسيف كريدنشلز كمان، بس دي فيري كارفول لو الجهاز بتاعك شيرد ما بينك وما بين ناس ثانيه.
دبل كليك تمام. بيقول لي دلوقتي انت متاكده ان انت عايزاني ادخلك على السيرفر ده؟ هقول له كونكت تمام. ايه ده؟ قال لك دي حاجه اسمها سيرتيفيكت. حاجه اسمها ايه؟ سيرتيفيكت. بمعنى مش احنا اتفقنا دلوقتي ان في تراست ما بين الاثنين عن طريق ان التول بتاعتي اساسا بتسبورت النتورك ليفل اوثنتيكيشن؟ معنى كده ايه؟ ان الترافيك ما بين الاثنين سكيورد. هيبقى سكيورد ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها سيرتيفيكت. احنا قدام في اخر كورس خالص ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل السيرفر اللي بيقوم السيرتيفيكت دي. بس خدوا بالكم من حاجه دلوقتي، مفيش يعني الكلاينت ده مش عرفه فعلا ان السيرفر ده هو اللي عايز يدخل عليه، مش جايب حد بيسيميليت نفسه كانه ماستر، فعشان كده طلع له السيرتيفيكت دي وقال له انت تراست فعلا ان انت عايز تدخل على السيرفر صح تمام. طيب ده لو انا حبيت ان انا ادخل بايه، قلت له يعني دبل كليك على هنا تمام، مور اوبشنز كده لتحت اللي بتقول خلاص خلاص. ديسبلاي، ايه ديسبلاي دي بقى؟ الريزوليوشن بتاع الشاشه. انا كنت مخليها فول سكرين عشان كده كانت ماليه الشاشه عندي وكان في بار ازرق فوق. بص حتى انا بيقول لي ايه ديسبلاي البار الازرق اللي فوق ده وانا يوز ذا فول سكرين تمام. لو انا شلت علامه الصح دي البار الازرق مش هيظهر. طب لو انا قللت الريزوليوشن شويه ممكن اقول له مثلا هنا خليه 1280 مثلا وقلت له كونكت. بصوا ايه اللي حصل، اولا البار الازرق اللي فوق مش موجود وشوف شكله عامل ازاي صح. بس دي تمام. ده ما كانت ايه عشان ما تهوش سيرفر، ده ما كانت السيرفر. استنوا كده بس ايه اغير لكم هنا الديسكتوب. عشان بس ما تهوش دي ما كانت السيرفر الكلاينت بتاعي ودي ما كانت السيرفر. ونفس الكلام عايز اطلع، وتقدروا على فكره تكبروها وتصغروها يعني تكبر فيها وتصغر فيها براحتك تمام. ده لو حبيت ان انت تعمل تغير ريزوليوشن. ديسبلاي طبعا انا عن نفسي بحب ان انا اقول له ايه كبرها كده بلوجن بس مره عشان يسيف ان انا عايزاها تبقى في الفول سكرين عشان مش كل شويه يجيبها لي ايه البار التاني ده اللي هي الريزوليوشن اللي عندي. ديسكونكت. طيب الاوبشن اللي بعديه كده دول خلاص يوز اول ماي مونيتورز مش عارفه ايه. ده في حاله في بعض الاحيان ممكن ان انا استخدم اكتر من شاشه الجهاز بتاعي اللاب بتاعي تمام. ممكن اكون كذا لاب جنب بعض وبستخدم الشاشه بتاعتهم بتعرض لي كانه جهاز كمبيوتر واحد، فساعتها انا بقول له استخدم كل المونيتورز اللي عندي دي عشان تعرض لي الشاشه بتاعت السيرفر تمام. هنا بقى choose the color depth. بمعنى انا دلوقتي في اللين فما فيش مشكله ان انا انقل كل الكالرز بتاعت الديسك توب وبتاعت اللي هيظهر قدامي هناك يعني يظهر لي هنا. لكن افرض دلوقتي ان انا بريموت ديسك توب اساسا عن طريق وان كونكشن. وان كونكشن اكيد يعني كونكشن هيبقى بطيء صح؟ بالظبط. اقلل الكالر شويه عشان ما يبقاش بطيء، لان لو انا بنقل كل الكالرز هتحسوا ان الدنيا تقيله قوي قوي في ايديكم، خصوصا لو انت مثلا بتكونكت عن طريق وان كونكشن ده يبقى اول حاجه تمام؟ ده ربنا يعمل لي بقى. اه. تمام؟ لوكال ريسورسز دي تقريبا أهم حاجة في الليلة النهاردة. إيه حوار اللوكال ريسورسز دي بقى؟ كونفيجر ريموت أوديو سيتنجز. افرض دلوقتي إن أنت مشغل ساوند على السيرفر. فيديو مثلا على السيرفر. تمام؟ بلاي أون ذيس كمبيوتر تجيب الصوت هنا وتشغله على السماعة بتاعتك، ولا دونت بلاي لا هناك ولا هنا، ولا بلاي أون ريموت كمبيوتر تسيب الصوت إيه؟ شغال على السيرفر اللي هناك. تمام؟ طيب ودي عملها فيا مره واحد من الطلبه بتوعي، كان عنده مشكله في الشركه عنده وخلاني ادخل بالريموت ديسك توب عنده عشان اشوف المشكله، وكان مشغل اغاني هارد روك يعني لسه بشغله والصوت مره واحده قام ضارب عندي حته ضربه تمام. ريموت اوديو ريكوردنج يعني ايه؟ انا بسجل فاقول له هنا ريكورد فروم سيس كمبيوتر، الصوت اللي بيتسجل ده ريكورد فروم سيس كمبيوتر ولا دونت ريكورد. واخدين بالكم ان في اوبشن هنا ميسنج؟ اصل ما ينفعش ان انا اسجل من هناك، هسجل من هناك ازاي؟
تمام. كي الكومباينيشن بقى الكي كومباينيشن بمعنى حاجه زي مثلا الت وتاب. انا عارفه ان لما بضغط الت وتاب بيجيب لي ايه او علامه الويندوز والتاب تمام. لو انا ضغطت على حاجه بالمنظر ده تبقى دي الكومباينيشن. دي الكومباينيشن ده هيتنفذ فين؟ على ذيس كمبيوتر ولا على الطرف الثاني الكمبيوتر السيرفر اللي بعيد ولا على الجهاز ده بس بشرط ان انا اكون شغاله في الفول سكرين. واضحه؟ تاني اوبشنز مش محتاجه اطبقها يعني هيفه قوي. ندخل بقى في الايه الحته المهمه الكليب بورد والبرينتر. البرينتر افرض دلوقتي ان انا مسطبه برينتر هناك على السيرفر يسر عندي ولا لا والعكس تمام. الكليب بورد ايه الكليب بورد ده؟ كوبي وبيست. بمعنى لو انا قلت له دلوقتي كونكت وندخل كده اسال اكونت 3 ايام الاكس بي وايام ويندوز سيرفر 2003 ما كانش ينفع ان انا اخد كوبي ما بين الاثنين. بمعنى لو انا كده عملت هنا مينمايز اعمل بس اي ملف كده هنا تكست لو اخدته هنا كوبي وحطيته هنا بيست ده اتحط عادي صح او دراج. لا هنا مش نافع هو سمح لي بايه كوبي بس. ايام الاكس بي وال2003 ما كانش الكلام ده لا كان بيسمح لي بالدراج ولا كان بيسمح لي بالكوبي والبيست تمام. فكان لازم انا اصلا ادوك اوت بقى كده بس قبل ما ادوك اوت بس هدخل بس على ماي كمبيوتر بتاعته هناك بتاعت السيرفر عشان تشوف شكله عامل ازاي لان كمان شويه شكله هيتغير. تحت ذيس كمبيوتر ادي البارتيشنات اللي عنده اهي تمام. لو عملت لوج اوت بقى دلوقتي او ديسكونكت مور اوبشنز لوكال ريسورسز تمام. علامه الصح دي كنت انا اللي بضطر ان انا اعملها لما احتاج ايه اخد كوبي وبيست ايام الاكس بي 2003 تمام. هنا موجوده اصلا باي ديفولت. هنا بقى ممكن كمان اشير حاجات ثانيه لو عندي بورت لو عندي تعريف معين درايفر معين او مش عارفه انا اسمع لو عندي بارتيشن معين. يعني على سبيل المثال انا عندي على البارتيشن بتاعي ده او على الجهاز بتاعي سي ودي او ممكن تكون حاجه بلاج ليتر هارد يو اس بي مثلا على سبيل المثال تمام. او عندي اجهزه بلاج اند بلاي لو في عندي اي اجهزه بلاج اند بلاي اللي هي بتتحط تشتغل على طول. طب لو قلت له اوكي ودخلت كونكت بصوا بقى المره دي لو دخلت على ذيس كمبيوتر بتاعه لا ارو دي مش ارو بقول متشيرين اه تمام. ده السي والاي بتاعه ايه بتاع السيرفر وده السي على الكلاينت والدي على الكلاينت وساعتها ادبل كليك بقى وده طبعا السي دي روم سوري اقدر ان انا ادبل كليك على اي بارتيشن واخد داتا وكوبي وبيست واعيش حياتي تمام. طيب دي تقريبا يعني اكتر واحده احنا بنستخدمها هنا. نكمل كده مور اوبشنز لوكال ريسورسز احنا شفنا الريسورسز اكسبيرينس. احنا قلنا دلوقتي نظرا لان انا في بيئه لان فالكونكشن اللي ما بينهم اوريدي سريع عشان كده بينقل لي ايه الريموت ديسكتوب باك جراوند الصوره الخلفيه ما هو كل ده بيستهلك على فكره من الباندويث تمام. كل الحاجات دي بينقلها فيهم حاجات انا ممكن ما اكونش انترستد فيها هو بيظبط لي اداء الديسكتوب عشان يسرب لي الديسكتوب بالشكل اللي انتم متعودين عليه. لكن افرضوا دلوقتي ان انتم كونكتد عن طريق مودم سرعته 56 كيلو بت بير سكند بص شن ايه بالمناسبه تقدر انت تحط الحاجه اللي انت عايز بس هو نظرا لانه عمل ديتكت ان سرعه الدايل اب بسيطه فهيشيل كل ده. طب لو انا مثلا بتكلم في لو سبيد حط لي ايه الفيجوال ستايل بس. طب لو السرعات بص كل ما انا عماله اعلى في السرعه بيحط لي علامات صح ثانيه. طب لو انا قلت له 10 ميجا بقى او اكتر. طب لو انا قلت له اوتوماتيك انت ديتكت هو عمل لوحده ديتكت دلوقتي ان السرعه ما بينهم اعلى من 10 ميجا فبينقل لي كل الايفكتس من السيرفر للكلاينت تمام. طيب هنا الاوبشن ده بيقول لي ريكونكت اوف ذا كونكشن از دروب. افرض دلوقتي كونكشن ما بين السيرفر والكلاينت وقع يعمل له هو ريكونكت لوحده.
دي بقى الحته بتاعت السيرتيفيكت. شفتوا من شويه اول ما جيت الوجن اداني ورنينج كده وقال لي ممكن احط علامه صحه على دونت شوز مسج اجين. ده الورنينج. انا ممكن اقول له لا يا عم كونكت وخلاص حتى لو السيرتيفيكت مضروب. ممكن اقول له لا طالما السيرتيفيكت انا مش ترستد فيها دونت كونكت. تمام؟ في مشكله في الجزء ده؟ الاداه بس ونكمل. تمام كده؟ كده التول دي تقريبا ايه؟ خلصناها. بالمناسبه طالما هنتكلم بقى للدقه، لو انت عايز تسمح باكتر من كونكشن في طريقتين. الطريقه الاولانيه اللي انا هعملها دلوقتي انا همشي نصها وهقف، لان انا طبعا ما بعيش لايسنس. وبالمناسبه سيسكو لما بتبيع اللايسنس بتبيع كل اربعه باكج، يعني بتبيعها باكج، الباكج اربعه. يعني افرض ان انت عندك سته يوزر تشتري اثنين باكج، هيجي قد ايه؟ ثمانيه. بتستخدم سته وعامل اثنين. فهي الباكج على بعضيها ايه؟ انا مش فاكر. تمام؟ واقول له هنا add rules and features next. هسطب هنا سيرفيس اسمها ريموت ديسكتوب سيرفيسز. هسطب سيرفيس اسمها ايه؟ ريموت ديسكتوب سيرفيسز. وبالمناسبه هسطب هنا في الفيتشرز حاجه اسمها ريموت اسيستنت. ريموت اسيستنت هي انا مش محتاجاها، بس عشان بعد ما اخلص الريموت ديسكتوب هدخل اوريكم احوال الريموت اسيستنت دي. لان الريموت اسيستنت هنا اصلا لو تاخدوا بالكم كانت ديسيبلد. اوريكم من هنا. لو جيت هنا على ديس كمبيوتر بروبرتيز وجيت فتحتها هنا من ريموت سيتنجز، بص الريموت اسيستنت حلتها ايه؟ ديسيبلد. تمام؟ عشان كده انا هفتحها او هسطب الفيتشر بتاعها. بس لو تاخدوا بالكم طبعا هي متسطبه ايه؟ as a as a feature. الريموت اسيستنت مش رول، دي ايه؟ فيتشر. طيب انا سطبتها. next. هنا بقى دول مخصصين بتوع الريموت ديسكتوب. هختار من هنا ريموت ديسكتوب لايسنس. هختار ايه؟ ريموت ديسكتوب لايسنس. next انستول. تمام؟ هوقف الفيديو لغايه ما انستول وكمل كلوز. تمام؟ بعد ما السيرفيس عندي انستول هاجي افتحها من تول، هلاقي فيه هنا ريموت ديسكتوب سيرفيسز، وانا ما سطبتش غير مين؟ اللايسنس مانجر بس. تمام؟ هلاقي فيه هنا السيرفر بتاعي عليه علامه حمراء كده، كليك يمين عليه واقول له اكتيفيت سيرفر، واقول له ايه؟ اكتيفيت سيرفر. نيكست. لو انا دلوقتي كونكتد على الانترنت هسيب الاوبشن ده اوتوماتيك. طيب نيكست. الوزر ده انا مش هكمله للاخر، هو ده هيقفل يفتح وزر تاني. انا بس هوريكم ده بالظبط اللي المفروض ان هو عن طريقه بيطلب اللايسنس. تمام؟ هنا بيقول لي couldn't be contacted رغم ان المفروض حاطه اي بي. طب ثواني كده اشوفه. المفروض ان في هنا اساسا اي دي هات. نيكست. هو عموما لو قدر يكونكت على الانترنت كام نيكست كده وبرضه هقف. هكتب بس في نيكست الجايه معلومات الشركه بتاعتي، اسمي، مش عارفه ايه، كونكت فيرست نيم. الدوله نيكست. بصوا الوزر ده خلص، هسيب علامة الصح هنا، هيفتح وزر جديد. نيكست. تمام؟ فتح هو وزر جديد عن طريقه بقى ان انا هختار ايه؟ معلومات اللايسنس. بيديني كاكزامبل نيكست. انا هقف هنا لان انا معيش لايسنس. تمام؟ ده لو انا حبيت ان انا اسطب اللايسنس. وقلنا تاني الباكج قد ايه؟ اربعه. بس في حاجه،
في برامج بس سوري ايوه في برامج اساسا ثيرد بارتي سواء بفلوس او مجاني. في برامج حتى مجاني بتساعدني ان انا اكونكت باكتر من سيشن على جهاز, يعني افتح اكتر من سيشن من لجهاز. على سبيل المثال في تول كده اوبن سورس كود اساسا انا لسه منزلها قريب, كنت حاطاها على الديسكتوب, الاني ديسك ده, وفي تول تانية اهي التول دي ار دي بي راب. دي تولز اصلا بتساعدني ان انا ادخل على السيرفر من اكتر من سيشن, تمام. بس دي تولز ملهاش علاقه بمايكروسوفت. اوكي هنت كمان كده, في تول تبع موقع اصلا مايكروسوفت, دخلت هنا على بروجرامز ريموت ديسكتوب, في تول اسمها ريموت ديسكتوب كونكشن مانجر. التول دي بتساعدني ان انا افتح كونكشن ما بيني وما بين كذا سيرفر وما بينهم كلهم من شاشه واحده, لانه لو تاخدوا بالكم الريموت ديسكتوب بيساعدني افتح كام سيشن او كام شاشه واحده. طب لو جيت فتحتها تاني هي انا فاتحه ايه واحده بس, تمام. انما دي بتساعدني ان انا امانجهم كلهم في خطه واحده. تول دي تبع مايكروسوفت, انا نازلها اصلا من موقع مايكروسوفت نتستات, تمام. ولو جيت هنا قلت له ريموت ريموت ديسكتوب كونكشن مانجر, هاجي هنا اقول له فايل نيو وكريت هنا اي في اي ملف, زي مثلا هقول له تست على الديسكتوب يلا, تمام. الملف ده امتداده ار دي جي جروب, سيف, كريت لي الملف اهو, اكليك هنا يمين واقول له اد سيرفر. هفترض ان انا عايزه امانج السيرفر ال 10001 اللي تحت الجروب اللي اسمه تست ات. طبعا لو انا دلوقتي فعلا داخله بيه هيظهر لي الديسك توب بتاعه هنا, وكمان واحد ات سيرفر 10002 10003. يبقى تقدر ان انت تكريت اكتر من جروب وكل جروب جواه مجموعه من الاجهزه. طبعا جاست ان انا بكليك هنا هيظهر قدامي هنا شاشه الديسك توب, هيطلب بس مني الكريدنشلز اليوزر نيم والباسورد واقدر اسيفهم, وبعد كده انا عماله اتنقل ما بينهم في شاشه واحده, تمام. بس التول دي ايه؟ هي تبع مايكروسوفت بس ايه؟ ثيرد بارتي بنزلها باي ديفولت مش متصفحه, تمام. كده في اي مشاكل في ريموت ديسك توب؟ تمام. تعالوا نشوف بقى احوار الريموت اسيستنت اللي انا سطبتها كفيتشر دي. في عندي طريقه ثانيه اسمها ريموت اسيستنت على الويندوز ال 10 بتبقى انيبلد باي ديفولت, او مش انيبلد اقصد متسطبه باي ديفولت. يعني لو دخلت هنا كده قلت له ريموت كليك يمين على ذات كمبيوتر بروبرتيز, ولو جيت هنا قلت له ريموت سيتنجز, طبعا محدش يعرف اليوزر العادي ما يقدرش يفتحها, تمام. الريموت اسيستنت الانستول ده هي اصلا باي ديفولت, انا ما عملتش فيها حاجه ومحطوط عليها علامه صح, تمام. ايه الريموت اسيستنت دي بقى؟ دي غير الريموت ديسكتوب, دي بتساعدني ان انا اعمل اسيستنت مساعده لحد, يعني الاثنين سيشن هيفضلوا موجودين انا بتفرج على الديسكتوب بتاعه بس مش اكتر, عنده مشكله وبعد كده هيقول لي طب ادخلي كده على الديسكتوب بتاعي, ادخل على الديسكتوب بتاعه واشوف ايه اللي بيحصل عنده كفرجه, واقعد اقول له وجهه اعمل كذا اعمل كذا. وفي نظام شير كده فيها صغير نقدر نكلم بعض, تمام. وفيها اوبشن ان انا ممكن اتك كنترول, اخد منه كنترول وامشي الماوس واتحكم فيه, بس دي لازم يسمح لي, تمام. السيرفيس دي باي ديفولت على الويندوز ال 10 على الويندوز السيرفر ما كانتش انيبل, انا اللي ضفتها دلوقتي كايه؟ كفيتشر, تمام. اجيبها منين بقى؟ برضو من لوكال سيرفر ريموت ديسكتوب انيبل فتحت اهي, تمام. ادفانسد بيقول لي دلوقتي allow this computer to be controlled remotely, انا هحط علامه صح عشان الويندوز ال 10 دلوقتي هخليه يدخل على الديسك توب ده, تمام. اللي هيحصل ان هو هيكريت ملف, هيكريت ايه؟ ملف. الملف ده هبعته للراجل اللي قاعد عند مكنه ال 10, يدبل كليك عليه يدخل عليه, يعني معنى كده ان مش اي حد يدخل عليا, اللي معاه الملف اللي انا اديته له هو اللي هيدخل عليا. بس الملف ده طالما اخده ايه بلطجه هيفضل كل شويه يدخل عليا,
لا الملف ده هيبقى اكسبايرد بعد قد ايه باي ديفولت، تحدد له من هنا بحيث ان بعد 6 ساعات لو جه دبل كليك على الملف ده تاني الملف ده هيبقى اكسبايرد. تمام. create invitation that can only be used from computer running windows vista or later. يعني الاوبشن واضح، يعني الويندوزات القديمه مش هتقدر ان هي تدبل كليك على الملف ده وتفتحه. تمام. تعالوا بقى نكريت الملف ده كده. في عندي امر لو جيت هنا في قائمه رن اسمه ار، ما كانش ار اسمه ايه اسمه ايه، يجي مكنه الجهاز الحقيقي ام اس ار اي مايكروسوفت ريموت اسيستنت. تمام. الامر ده هكتبه على مكنه التن على مكنه سور السيرفر او تدخل اصلا في السيرش وتقول له ويندوز ريموت اسيستنت هيظهر لك التول دي. انا دلوقتي هقول له انفايت سمون تو تراست تو هيلب يو، ولا انا اللي عايزه اهيلب حد؟ انا عايزه ادعو حد ان هو اللي يساعدني صح؟ هضغط له هنا. قال لي طب انت عايزه دلوقتي تبعتي الانفيتيشن دي از فايل ولا يوزنج الايميل؟ طبعا دلوقتي لقينا ان ما عنديش سيرفيس اصلا متكتبه، ولا عن طريق ايزي كونكت؟ دي سيرفيس كده اسمها ايزي كونكت، انا سايفه دلوقتي از افايل. تمام. واحط الفايل ده على الديسكتوب واسميها اي اس، ده الامتداد بتاعه سيف. هاخد دلوقتي الملف ده اللي اتكريت ده اهو وابعته لمكنه الكلاينت، ومكنه الكلاينت مش اي حد معاه الملف يبطل ويدخل، لازم اكون انا مدياله الباسورد دي. فتعالوا بقى كده اخد مكنه الملف ده واحطه. إيه؟ بدل لا لا خد بالك ان هو كريته اصلا ايه لوحده. تمام. فالباسورد ده مش هيتغير، الباسورد ده بس اتا سيشن طول الست ساعات الملف ده هدخل بالباسورد يعني طول الست ساعات. مجرد من ادخل وقت نفس الباسورد. بالظبط. تمام. اخد بعد كده الملف ده كوبي واحطه على مكنه التن وما اتخذش كوبي. واخد كوبي من ده. اوكي هاخده دراج ودروب. تمام. هدبل كليك على المكنه بتاعت التن، الراجل بعت لي الملف ده عن طريق الايميل بقى ولا وات ايفر. هدبل كليك عليه قال لي طب الباسورد، حاضر. هو لازم طبعا يكون مديني الباسورد. يكون بعت لي الباسورد. لازم اخده كده كوبي واحطه عندي مثلا في ملف هنا تكست. واخد بعد كده ده كوبي، ما ينفعش بس انقل بين مكانتين دايركت. سيف. واخد الملف ده برضو هو ده. لا طويل قوي يا اخي، واخده هنا وخلاص. لا لا طويل قوي. مش كده سهل. اوكي لازم الطرف اللي هناك بقى يسمح لي، يعني لو رحت هناك قال لي would you like to allow عبير ان هي تكونكت تو يور كمبيوتر. تمام. البرنامج ده شغال اهو، ده الجهاز بتاعي، وهناك ظهر قدامها برضو نفس الماشين. هوريهالكم كده عشان اكد لكم، دي مكنه التين اهي، والبرنامج ده اللي انا عن طريقه بكونكت ايه على مكنه السيرفر. طيب لازم حد يسمع. ما انا سمحت. انا اقصد لازم يكون حد على السيرفر يقبل. ما ده عشان ده عاده ما بنستخدموش كتير، عشان كده الفيتشر بتاعه ديسيبلد باي ديفولت. بس على فكره انا هوقف الفيديو بعد ما اخلص واخليكم تدخلوا على بعض بالطريقه دي. التين اصلا من تين للتين عادي، من سيرفر لسيرفر. المهم ان التول دي تكون متسطبه. طيب
نقصد ان احنا دلوقتي بنعمل الموت سكيلوب عشان اصلا ما نخش على الجهاز بتاعك. طيب يبقى ده كده ملوش لازمه. عشان كده قلت لك هي دلوقتي ديسيبل باي ديفولت لان هي اصلا ليس يوز دلوقتي. تمام. بس الفكره تاني ان انت ممكن تستخدمها في حالات ايه؟ تن وتن، انتوا اتنين موظفين قاعدين في نفس المكتب وعايز تساعدوا في حاجه، عاده بنستخدمها للاستخدامات البسيطه دي. انما على السيرفر نفس الفكره، بس الفرق ان ده في اللين. تمام. تاني وين؟ عادي التاني عادي بيعمل لك في بي ان صغير كده في بيو. المهم انا دخلت اهو وفي هنا نظام شات اي. تمام. بص الشاشة دي اللي ظهرت هناك على فكرة. لو رحت عند السيرفر الشاشة دي فعلا هي اللي ظهرت هناك اهو. كل حاجة بتظهر هناك بتظهر عندي هنا. ده انا ممكن اجي عندي المكنة دي كمان واقول له ايه؟ ريكويست كنترول، فظهرت عنده شاشة يروح هو ضغط فيها ايه؟ يس. بصوا بقى المرة دي انا قبل كده لما كنت بقف هنا ما كانش بيعمل حاجة هنا. انا قفلت ال انا قفلت الشات بس صح؟ انا قفلت البرنامج من غدايا قفلت البرنامج معلش. تمام. تقدر ان انت تديك كنترول بقى لو شفتوا حتى البرنامج اصلا كان ليا كنترول ان انا اقفله وقفلته. تمام. يبقى انت ممكن ايه تقول له تيك كنترول وتاخد الكنترول منه. في اي مشكله في كده؟ ده اللي هي التول اللي اسمها ريموت اسيستنت. وبقول لك تاني يا محمد عادة دي مش بنستخدمها مع السيرفر، عادة بنستخدمها ما بين مكانتين كلاينت كده. فعايزاكم بس السيرفر مش مبقاش ليها لازمه خالص. فعايزاكم بس دلوقتي كده ربع ساعة نصلي وتلعبوا دي كده بسرعة قبل ما ندخل في الجسم. اوكي؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كان حاجة بس نسيت الأول إن أنا أشرحها. انا كنت قلت لكم ان اليوزر العادي من حقه ان هو اصلا يربط ديسك يربط ديسكتوب على السيرفر باي ديفولت. لا بس ايه باي ديفولت، انما من حقه ان هو لوجن نعمل له بيرميت بقى. ايوه. اعمل له بيرميت بقى ازاي؟ عن طريق حاجه بنسميها جروب بوليسي. حاجه اسمها ايه؟ جروب بوليسي او جروب اوبجكت. ايوه جروب بوليسي قلت لكم هناخدها ان ديتيلز قدام باذن الله. تمام. فانا دلوقتي بس هوريكم الجزئيه اللي بتساعدني ان انا اكونكت بالكلاينت. اعمل ايه؟ هفتح السيرفر مانجر تحت تولز هلاقي في هنا حاجه اسمها جروب بوليسي مانجمنت. تمام. هفتح اسم الدومين بتاعي تحت دومينز. انا ما عنديش شغل دومين واحد اسمه ايه؟ تي شوت. دي البوليسز اللي متطبقه على كل اليوزرز. دي البوليسز اللي متطبقه على كل اليوزر. هكليك يمين عليها واقول له اديت. تمام. لو دخلت هنا تحت كمبيوتر كونفيجريشن تحت بوليسز تحت ويندوز سيتنجز تحت سكيورتي سيتنجز اكونت بوليسز. تمام. تعالوا بص نبص الاول بصه سريعه كده على دي. مش هي دي مش هلاقي الاوبشن اللي انا عايزاه هنا، بس تعالوا نبص عليها بصه سريعه. على سبيل المثال انفورس باسورد هيستوري. فاكرين في اول الكورس اصلا لما كنا بدانا التسطيبات وقلت لكم لازم يعدي على الباسورد بتاعتي 24 مره قبل ما تقدر تستخدم نفس الباسورد الثاني اللي هي دي. تقدر ان انت تغيرها منها او تشيل علامه الصح دي خالص. تمام. طيب اللي بعديه ماكسيمم باسورد ايدج 42 يوم. كنا برضو قلنا لازم ممكن ال 42 يوم لازم اغير الباسورد بتاعتي يا اما هيبقى اكسبايرد. تمام. مينيمم باسورد ايدج ما ينفعش اغير الباسورد بتاعتي مرتين ورا بعض خلال يوم، لازم يعدي يوم. طيب مينيمم باسورد لين 7 كاركتر. تمام. باسورد ماست ميت كومبلكسيتي ريكويرمنت، لازم الباسورد تكون كومبلكس. بصوا اي حاجه انتم مش فاهمينها تضغطوا هنا على اكسبلين. هنا مثلا على سبيل المثال بيقول لك ايه؟ ان الباسورد بتاعك كونتين كاركتر فروم 3 اوف ذا فولوينج كاتيجوريز، لازم ثلاثه كاتيجوري من دول يتحققوا مش شرط الاربعه. ايه الكاتيجوريز؟ حروف كابيتال وحروف سمول وارقام وسبيشال كاركتر. مش شرط احقق ده كله، يعني ممكن تكون حروف كابيتال مع حروف مع ارقام مع سبيشال كاركتر، او حروف كابيتال مع حروف سمول مع ارقام. المهم ان ثلاثه كاتيجوري لازم ثلاثه منهم بالظبط. تمام. برده ممكن اقول له هنا ايه؟ ديسيبل. الاخرانيه دي ستور باسورد يوزنج ريفرسبل انكريبشن كنا شرحناها قبل كده بس على مستوى كل يوزر. لما كنت قلت لكم ان اصلا الباسورد بتشفر او بتتخزن عندي متشفره. تمام. افرضوا ان انا عندي جهاز ماك
ممبر من الدومين. الماك ده الفيرجنز القديمه كان لازم اساسا تشوف الباسورد كلير تيكت لان في سيرفيس بتبقى راننج عليه. فساعتها لو المكنه بتاعتي ممبر من الدومين اساسا شغال عليها ماك ديستريبيوشن قديم لازم اعمل لها ايه؟ تمام. طب لو دخلت هنا على اكونت لوك اوت لان انا انترستد فيه بقى دلوقتي اللوكال بوليسز يوزر رايتس. ايه اليوزر رايتس دي؟ حقوق اليوزر. على سبيل المثال دي كلها الحاجات اللي متطبقه على مستوى الدومين ككل. دي اللي متطبقه على مستوى ايه؟ الدومين ككل. واخدين بالكم ان هي كلها بتدخل في كود؟ طب في بوليسز ثانيه متطبقه على مستوى الاكتف دايركتوري ذات نفسه؟ ايه هي بقى؟ بدل ما هدخل هنا على قفلتها خلاص، بدل ما ادخل هنا على ديفولت بوليسز هدخل هنا على البوليسز الديفولت بوليسز بس اللي متطبقه على مين؟ الدومين كنترولر. اصل في بوليسز متطبقه على اكست الدومين ككل وفي بوليسز متطبقه على مين؟ اكست الدومين كنترولر اللي هو مين في حالتي؟ الجهاز اللي انا واقف عليه. فلو ضغطت عليه كليك يمين اديت عشان بس تشوفوا الفرق. لو ضغطت على بوليسز ويندو سيتنجز، لو ضغطت هنا على سكيورتي لوكال بوليسز يوزر رايت، مش هناك كان كله نوت كونفيجر لانه بيتطبق على مستوى الدومين ككل. ففي اجهزه بتسمح بحاجات واجهزه ثانيه ما بتسمحش بحاجات، لكن البوليسز دي متطبقه على مين؟ على الاجهزه اللي هي دومين كنترول. على سبيل المثال لو جيت هنا مثلا الاو لوجن لوكالي، يعني ايه الاو لوجن لوكالي؟ مين اللي من حقه ان هو لوجن لوكالي على الماشين اللي قدامي دي؟ لو عملت دبل كليك مين اللي من حقهم؟ الاكونت اوبريتور، الادمنستريتور، باك اب اوبريتور، الناس دي. يبقى انا دلوقتي لو عملت لوج اوت من السيرفر اللي انا واقفه عليه وجيت ادخل بعديه هيسمح لي؟ لا لا. تمام. بس ده ايه؟ لوكالي. تمام. لو دورت هنا برضو الاو لوجن ثرو ايه؟ ريموت ديسكتوب سيرفر. ثرو ايه؟ الناس بقى اللي داخله على الريموت ديسكتوب. انا عملت دبل كليك على واحده. تمام. هقول له ديفاين ات، ما تكتبليش هنا عبير، امال تقول له ايه؟ براوز وتكتب هنا عبير. ليه بقى؟ اصل لو جابها بصوا بتتكتب بالصوره ايه؟ تي شوت على عبير. لو كتبت له عبير كده لوحدها مش هيقدر يحلها. تمام؟ واوكي ابلاي. بالمناسبه تعالى اعدل لكم دي كمان بدل ما اضيع وقت. تراست مي دلوقتي اللي لو عملت لوج اوت وجيت ادخل دلوقتي هيطلع لي ايرور يقول لي انت مش الاود ان انت تلوج ان لوكالي. لكن لو جيت دخلت عليها ات مع الفارق تاني، انا ضفت عبير هنا في ايه؟ في الناس اللي بتلوج لوكالي على الماشين ملهاش علاقه بالريموت ديسكتوب، وضفت عبير هنا في ايه؟ في الناس اللي بتدخل عن طريق الريموت ديسكتوب ملهاش دعوه باللوج لوكالي، ملهمش علاقه ببعض. بس انا عشان بالمره طالما دخلت في الشاشه دي اوريكم الاثنين. تمام؟ بس كده؟ لا. طالما انا اساسا عدلت في الجروب بوليسي لازم افتح قائمه ران. تمام؟ واقول له جي بي ابديت. اي جي بي ابديت دي مش وقتها، امر كده بيفعل البوليسز، لان البوليسز اللي انا عدلتها دي مش هتسمع الا بعد 90 يوم. اه هتسمع جروب بوليسي ابديت. بالظبط. انا اقصد ليه؟ لان البوليسز اللي انا عدلتها دي هتسمع بعد قد ايه؟ 90 يوم. انا مش هستنى 90 دقيقه او بعد الريستارت. الكلام ده كله هنتكلم فيه قدام بالتفصيل باذن الله. تمام؟ فبدل ما اعمل ده كله ايه؟ قلت له جي بي ابديت عشان اخليه يسمع دلوقتي على طول. ريكومندد برضه لو جيت هنا على مكنه التن. الجروب بولسي انا بس اخدت هنت بسيطه، احنا كده ما خدناش فيها حاجه عشان بس الناس اللي تاهل دلوقتي احنا هناخدها ان شاء الله في محاضرتين كاملين هنعيش فيها حاجه. تمام. لو جيت دلوقتي الوجن بقى ام اس تي اس سي وادخل بعبير قبل كده بيدي ايرور؟ دخلني المره دي ولا لا؟ صح؟ تمام. بصوا بقى المره دي لو هنا كليك يمين
مفيش عندي انا بس قافله التسجيل لغايه التاسك بار، هو ديسكونكت وتحتيها ساين اوت. شوت داون موجوده؟ لا، لان اليوزر العادي مش من حقه ان هو يشوت داون، فاقول له ديسكونكت. امال لو عايز اليوزر العادي يبقى من حقه شوت داون يعمل ايه؟ طبعا ما طلعش هنا لاني كنت داخله بيوزر تاني، ما طلعش ما عملش لوج اوت من هنا ليه؟ لاني كنت داخله بيوزر تاني. امال لو حبيت بقى ان انا اخليها كمان من حقها شوت داون، كل ده في اليوزر رايتس. قلبوا بقى في الاوبشنز بتاعت اليوزر رايتس. يعني لو دخلت هنا تاني جروب بوليسي، طبعا اللي بيطبقها على مستوى الدومين كنترولر، تمام، تحت بوليسز يوزر رايتس، تمام. عايشوا حياتكم بقى هنا. يعني مثلا شوت داون ذا سيستم، دبل كليك، اليوزر العادي مش فيه، تضيف هنا عبير، او ممكن تحط بقى كذا، يعني تلم اليوزرز جوه جروب وتضيف الجروب، تمام. مثلا تغيير الساعة مثلا، قلاو تقريبا يعني مش جايبها دلوقتي. لو قلبته هنا برضو اليوزر العادي مش من حقه ان هو يغير الساعة. قلبوا في الاوبشنز دي هتلاقوا برضو ان انتم من حقكم تخلوا يوزر معين يغير الساعة. هنا كل الرايت، كل الحقوق بتاعت اليوزر، قلبوا فيها بقى براحتكم، تمام. عشان اكد لكم بس كمان ان عبير دلوقتي من حقها ان هي تلوجن لوكالي، هلوج اوت من السيستم لوكالي بقى المره دي، تمام. ساين اوت، اذر يوزر، تمام. انا كده داخله بمين؟ سي ام دي ماي، داخله على الدومين كنترولر ذات نفسه. وعبير لو كنت حاولت اعمل كده قبل ما اغير في البوليسز كان يستحيل هيقبل. ولو جيت هنا كليك يمين، بصوا ساين اوت بس، ديسكونكت بتظهر بس في السيشن يا عاطف بتاع الريموت ديسكتوب. سامح لي هنا ساين اوت بس، مفيش شت داون. اليوزر انا مش سامحه لها تشت داون. في اي مشكله كده؟ تمام.